السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم الترم ده في الجغرافيا على الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم. هتكلم على الموارد والأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في العالم كله. هتكلم على النشاط الزراعي والرعي ونشاط التعدين وكمان النشاط الصناعي. هتكلم عليها بالتفصيل وهتكلم عليها بتوسع، وإن شاء الله الترم ده يكون سهل. هو فعلا سهل، الجغرافيا بتاعته سهلة وما فيهاش صعوبة خالص. وكمان إن شاء الله نتكلم في الوحدة الثانية على نماذج لبعض الدول سواء كانت نامية أو متقدمة على الأنشطة الاقتصادية اللي فيها. طيب، أول حاجة هنتكلم عليها إن شاء الله في درسنا النهاردة، هتكلم على النشاط الزراعي وموارده في العالم. هتكلم على النشاط الزراعي وموارده في العالم. الدرس بتاعي أهم النقاط اللي هنتكلم عليها النهاردة هي أهمية النشاط الزراعي. هتكلم على المناطق الزراعية الأساسية في العالم. هتكلم على الموارد الزراعية في العالم. طيب، قبل ما أجي أتكلم على ده لازم أبين حاجة مهمة جدا. أبين إن النشاط الزراعي زي ما احنا شايفين ليه نوعين. إيه هو الزراعة ليها أنواع؟ الزراعة ليها أنواع. أول حاجة عندي زراعة بدائية، والزراعة البدائية دي بسميها زراعة بسيطة. بسميها زراعة بسيطة. يبقى أول نوع عندي في النشاط الزراعي هو زراعة بدائية بسيطة. طيب، تاني نوع عندي هي الزراعة الراقية أو الزراعة المتقدمة. الزراعة الراقية أو الزراعة المتقدمة. والزراعة المتقدمة دي ليها نوعين، نوع اسمه زراعة كثيفة ونوع تاني اسمه زراعة تجارية. طيب يا ميس، هو يعني ايه زراعة بدائية ويعني ايه زراعة متقدمة أو راقية؟ يعني ايه زراعة كثيفة؟ يعني ايه زراعة تجارية؟ هنتكلم الأول عن أهمية النشاط الزراعي، وبعد كده هاخدك معايا علشان نعرف كل معنى من المعاني دول بالتفصيل. لو جينا كده بصينا على أهمية الزراعة بالنسبة للعالم كله، هلاقي إن أهمية الزراعة واضحة جدا. الولد أو البنت اللي في رابعة خمسة ابتدائي عارف أهمية الزراعة. سؤال سهل جدا وفي منتهى البساطة، يجي يقول لي بما تفسر يعد النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم؟ ليه؟ أول حاجة هجاوب عليها هي إنه مصدر رئيسي لغذاء الإنسان. مصدر رئيسي لغذاء الإنسان. إحنا ما بنقدرش إن إحنا نعيش من غير طماطم وبصل وخيار وبطاطس زي الصورة اللي إحنا شايفينها قدامنا. يبقى أول حاجة هو مصدر رئيسي لغذاء الإنسان. تاني حاجة هو مصدر هام جدا للحصول على المواد الخام الزراعية. يا ميس يعني إيه مواد خام زراعية؟ يعني المادة الخام اللي بدخلها في الصناعة اللي أساسها إنتاج زراعي، زي القطن، زي الكتان، زي حاجة اسمها الجوت أو الجوت، وهتكلم عليه وبرضو أقول لكم ده عبارة عن إيه. سواء كان القطن أو الكتان أو الجوت أو الجوت، دي من الصناعات اللي أنا بدخلها في صناعة المنسوجات. يبقى رقم واحد عندي مصدر رئيسي لغذاء الإنسان. تاني حاجة مصدر هام جدا للمواد الخام، والمواد الخام دي ما بتدخلش بس في صناعة المنسوجات، لا، أنا عندي مثلا قصب السكر بيدخل في صناعة السكر. عندي صناعات كتيرة جدا أساسها من المادة الخام الزراعية. رقم ثلاثة وبيرتبط بالنشاط الزراعي نشاط تاني مهم جدا، وهو تربية الحيوانات والدواجن. يبقى لو جينا كده بصينا مع بعض على أهمية النشاط الزراعي، واحد مصدر رئيسي لغذاء الإنسان، اتنين مصدر هام للمواد الخام، رقم ثلاثة يرتبط به تربية الحيوانات والدواجن.
طيب لو جينا بصينا كده يا شباب على اول حاجة هتكلم عليها في درسنا المفهوم اللي انا قلته من شوية هو الزراعة البدائية او الزراعة البسيطة. يا ميس يعني ايه زراعة بدائية ويعني ايه زراعة بسيطة؟ او اللي هي البدائية هي البسيطة. هلاقي يا شباب ان الزراعة البدائية من اسمها بدائية او بسيطة، من اسمها هلاقي انه بيستخدم فيها ادوات بدائية بسيطة. الادوات اللي انا بستخدمها في الزراعة دي ادوات بسيطة جدا، مش الات ومعدات حديثة. طيب هلاقي ان من اهم خصائصها ان عندي يا شباب ان المساحة المزروعة مساحات ضيقة ومتباعدة عن بعض، وهنلاقي ان الزراعة البسيطة دي بتوفر الاحتياجات الغذائية اللازمة للسكان المحليين فقط، ما بيصدروش ما بيزرعوش علشان يتاجروا في الزراعة دي خارجيا، لا هو مجرد ان هم بيزرعوا علشان يسد احتياجاتهم من الغذاء فقط. يبقى لو جينا بصينا تاني على الزراعة البسيطة ودي جاية من اسمها، ان دايما بيجي مقارنة ما بين الزراعة البدائية والزراعة المتقدمة، هلاقي ان الزراعة البدائية واحد الادوات فيها ادوات بسيطة، هلاقي ان المساحة المزروعة مساحة ضيقة ومتباعدة عن بعضها، ورقم ثلاثة هلاقي ان بتوفر الاحتياجات الرئيسية للغذاء فقط دون النظر في التجارة الخارجية، يعني هي بتسد حاجة السكان المحليين فقط. طيب يا ترى هلاقي اماكنها فين؟ هلاقي اماكنها زي ما متوضح عندكم في الخريطة، هلاقي ان هي عندي موجودة. لو احنا بصينا كده على الخريطة اللي قدامنا هلاقي او هلاحظ ان انا كده موجودة الزراعة البدائية دي في المناطق الحارة، المنطقة دي زي ما احنا عارفين هي منطقة حارة. هلاقي يا شباب ان موجودة في مناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية وبعض مناطق حشائش السافانا، موجودة عندي في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية على هوامش الغابات الاستوائية وفي مناطق حشائش السافانا. طب قوليلي كده يا ميس أهم المحاصيل الموجودة أو بتتزرع في الأماكن دي كزراعة بدائية، زراعة بدائية يعني أدواتها بدائية بسيطة، يعني بتوفر حاجة السكان بس من الغذاء. تعالوا كده نشوف معايا، هلاقي عندي إن أنا عندي محاصيل مهمة جدا زي المحاصيل اللي أنتوا شايفينها دي. طيب المحاصيل دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الذرة والموز والكسافة واليام. تاني كده، تاني ذرة، ذرة وموز وكسافة واليام. ايه مش ده؟ ايه الكسافة واليام دي؟ أول مرة نسمع عنها. هلاقي إن الكسافة دي زي ما احنا شايفينها هي دي الكسافة، دي عبارة عن نبات الجذور بتاعته غنية بالنشويات، واليام دي عبارة عن درنيات بتشبه البطاطا. وهنلاقي ان كل المحاصيل اللي في المنطقة دي بتستخدم بيجففوها ويطحنوها وبيستخدموها في صناعة الخبز. يا ميس ايه ده؟ يعني هما بيستخدموا الذرة والكسافة واليام بيجففوه وبيصنعوا منه الخبز؟ اه، وكمان بعض القبائل بتجفف الموز ده، ودي معلومة غريبة علينا، بتجفف الموز بيطلعوا منه زي دقيق بيستخدموه في صناعة الخبز. فمن الواضح ان القبائل او المناطق بتاعت الزراعة البسيطة البدائية دي مناطق فقيرة
بيستخدموا اي حاجة علشان يصنعوا منها الخبز علشان يسدوا احتياجاتهم. فبالتالي يا شباب هنلاقي ان المناطق دي مناطق فقيرة، هلاقي ان هما بيستخدموا ادوات بدائية بسيطة، هنلاقي ان كل الزراعة اللي موجودة سواء كانت ذرة وموز وكسافة ويام، ده عندي الهدف الرئيسي ان انا بجففه وبصنع منه الخبز.